السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله وتحية كبيرة لكم وكل كيما راكم. معاكم لطفي دوب الكانو باش نحكيو على وين وصلنا بعد الحراك يا جماعة لهنا والناس اللي تبعوا بينا في الصفحة. بارك الله فيكم. أنا رأيي الشخصي لازم ديما يا جماعة نرجعوا للبرنسيب دو باز، ديما على يعني الأساسيات اللي بدينا عليهم. الشعب الجزائري، فخامة الشعب الجزائري خرج ضد العصابة، هذه متفاهمين عليها. هذه العصابة يا جماعة راهي كانت متكونة من جماعات 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 دي كلون، جماعة حكم الاقتصاد وحكم التجارة، جماعة علي حداد ولفسيو وسيدي السعيد، هادما بندية جماعة، وجماعة أخرى حاكمين السياسة كما لا فلان ولا رندي وأحزاب الموالاة وعمار غول، يتلاعبوا جماعة في اللي بوست على البلديات ولمير، وك شفتوا يا أخي الانتخابات وسمع صوتك وما نعرفش هي، باش ياكلوا البلاد من جهة السياسة. وكان جماعة أخرى هي جماعة الجنرالات الفاسدين اللي كانوا يديروا في الليزافير اللي شوهوا سمعة الجيش يا جماعة، وهما كانوا ولادهم ولاد ولادهم وفاميلياتهم يشريوا الأراضي ولي كونتينر وياكلوا يا جماعة في البلاد من الناحية هذه. وكانت جماعة السعيد جماعة الرئاسة، مكتب الرئاسة، المستشار وخو المستشار ولد عمه ولد أخت بوتفليقة ولد خالتها، هذه البندية كل كانوا جماعات 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 جماعات. الشعب خرج ضدهم كامل، هذه العصابة الشعب كامل خرج ضدهم. كل جمعة والشعب يثبت ويخرجوا بالآلاف وبالملايين، تطيح عصابة من العصابات هذه. كل جمعة نشوفوا فلان العصابة السياسية طاحت، قال واش لا فلان تفكك وبو شارب قال راني معاكم وراني حتى انا مع الحراك، ها وطاح لارندي ويحيى قال حتى انا، والارندي قال لازم نديروا اصلاح، ومن بعديك طاح جماعة البندية تاع اليسق والتجارة والصناعة هذيك علي حداد ولفسي داروا عليه ونحى طاحت. كل سمانه تطيح جماعه من جماعات حتى وصلنا للمرحله هذه، ونتقاو دو كلون دو جروب. جماعه الجنرالات اللي حكينا عليهم اللي فسدوا البلاد ولادهم وفاميلياتهم ربي سهل عليهم، وجماعه مكتب الرئاسه تاع السعيد بوتفليقه ولو كلون هذاك، ها هما هاد الجماعه وهاد الجماعه بقاو يا جماعه، ها متنافسين هادهم اللي بقاو وهما قويين في زوز، وكل واحد فيهم خارج على القانون. هذا السعيد قادر في اي لحظه يبعث للقايد صالح ويقول له راك تخرج روتريت لانك 80 سنه قانونيا سي بون هاي روح تلعب، يسنيلو من عند الرئيس ويقول له اخرج، وهذا القايد قادر يطبق عليه ويقول له حتى انا انت كرا اور لا لوا راك نطبق عليك الماده 102 والماده 7 والماده ما نعرفش هي 8 رم في زوز اور لا لوا. بصح باش يربحوا دركا بيناتهم يا جماعه، شكون راح يكسب العاطفه تاع الشعب؟ لازم واحد فيهم يكسب الشعب باش هو اللي يطلع كشغل لي دومي فينال، فهمتهم يلعبوا مع بعضهم اللي يربح يقابل الشعب. دركا شكون فيهم راح يكسب الشعب؟ السعيد حاولوا يديروا خطه، وش هي؟ قال لك دوك نكسبوا العاطفه تاع الشعب ونجيبوا شخصيه توافقيه كيما اليمين زروال ونطلعوه ونقولوا صاي باش يجدوا النظام من جديد. بصح اليمين زروال كيما شفتوا رفض وفاق لهم وفاق باللعبه تاعهم. الجاي صالح حب يكسب العاطفة تاع الشعب وقال لهم قال لهم اسمعوا كاين بندية حاكمين البلاد وراهم يتآمروا كشغل الشعب ما عمالوش هكا عندكم منهم راهم كشغل انت خايف منهم هكا انت هو قائد، فهو حاب يكسب العاطفة والناس بدات تفيق. تسمى هما دو كلون بيناتهم بقاو، شكون الكلون الجاي اللي راح يطيح قبل الجمعة الأخيرة باش يزيد يطيح الأخر؟ هذا هو المسلسل اللي وصلنا ليه يا جماعة. كل واحد دركا يستعمل في الليكارد باش يكسب الشعب، لأنه الشعب ولا صح قوي، الشعب ولا فارض روحه، الشعب ولا ما يخافهمش، وهما ولاو يخافوا الشعب، فكل واحد يتلاعب لا راني مع الشعب راني مع الشعب. دونك انا نطلب الثبات، نطلب الصبر. تفري كيف قلت لكم سي لا دومي فينال، كلون كونتر كلون، اذا حاب تساند انت القايد باش يطيحوا السعيد ساندوا ربي يسهل عليك باش تطلع لا فيلان بين القايد والجنرالات الفاسدين هذوما وبين الشعب، لانهم شوهوا سمعه الجيش يا جماعه. والجيش كيما نقولوا الحمد لله ربي استرنا انه الشعب والجيش هذيك لاصوص تاع الجيش متوحدين يا جماعه، الجندي البسيط وضباط الصف وهذوما كل